حول الموضوع معنا من بغداد عبر الهاتف مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي. سيد مصطفى مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير تحدث عن أبشع جرائم داعش التي وقعت في غربية الموصل تحديدا في حي الزنجيري. من خلال توثيقاتكم ماذا تضيفون على ما ذكره مراسل الأخبار الآن في التقرير؟ قبل أشهر تحديدا في آيار الماضي أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان تقريرا حول مجزرة الزنجيلي، وهي المجزرة التي تعتبر واحدة من أبشع المجازر والجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في حق المدنيين. هذه المجزرة وقع ضحيتها 250 أو أكثر من 250 مدني عندما كانوا يحاولون الفرار منطقة الزنجيلي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، أو كانت هي خط تماس وخط اشتداد معارك بين القوات والتنظيم. حاول هؤلاء الهروب والوصول إلى الضفة الأخرى أو الحي المقابل، حي الشفاء، التخلص من عناصر التنظيم ووصول القوات الأمنية، لكن كانت هناك مساحة كبيرة وشاسعة ومفتوحة، مساحة كبيرة يحفظها التنظيم لإيقاف هؤلاء المسلمين، فبالتالي فقط ضحيتها 250 أو أكثر من 250، ما زالت إيران من عوائل تبحث عن أشخاص أو أبنائها أو بناتها فقدوا في هذه المجزرة، لم تجد لهم أي جثة ولم تجد لهم أي خبر، هل هم اختطفوا؟ هل هم اعتقلوا عند القوات الأمنية العراقية؟ هل هم في المستشفيات؟ هؤلاء اختفوا تماما. ونرجح المعلومات بان تنظيم داعش قد حرق بعض الاسر. اليوم يستنكر المدنيون هناك هذه الفاجعه، هذه الجريمه عبر وضع الملابس او وضع القوات التذكاريه هناك. للاسف مرت هذه الجريمه كانها حدث بسيط كاي حدث يتعرض له المسؤولون في العراق، وانها في ثلاث أو أربع ساعات فقط 250 أو أكثر. سيد مصطفى، يعني أين محل داعش يحل الخراب ويحل الإرهاب ويحل الظلم والظلام؟ ما الذي جعل منطقة أو حي الزنجيري بالتحديد يعاني كل هذه المعاناة؟ يعني ما السبب وراء ذلك؟ لماذا تم ارتكاب مثل هذه المجازر في حي الزنجيري بالتحديد؟ نعم، هذه ليست المجزرة الأولى في الزنجيري، بل كانت هناك حملات إعدام يقوم بها هذا التنظيم الإرهابي بشكل مستمر أثناء سيطرته، لكن هذه المجزرة كانت يعني كان فيها نوع من التسرع من قبل المدنيين للوصول إلى القوات الأمنية العراقية، كان هناك عدم تغطية وتأمين للمنطقة التي يفترض أو الخط الأمن الذي يفترض أن يسكنونه. التنظيم للأسف استغل هذا المساحة الجغرافي على المدنيين، واعتلى عناصر التنظيم مبنى المستشفى المقابل لهم، اسقط المدنيين بالاسلحه الخفيفه، عفوا الاسلحه المتوسطه والاسلحه الثقيله، وقام بذبح الذين جرحوا وتركوا على الارض. هذا التنظيم يعني ارتكب جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. نتمنى ونسعى الى ان يحاسب كل عناصر هذا التنظيم وفق آليات عدالة حقيقية ويقدموا للقضاء العراقي. نعم سيد مصطفى، وكحكومة عراقية أن نوثق ونخلد هذه. شكرا لك على هذه المداخلة مصطفى سعدون مدير مرصد العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.